حب أعمى هو المسلسل الدرامي الرومانسي الحزين التركي من تأليف أوزيليم يالماز يورغو ومن إخراج هلال سرال ومن إنتاج شركة القمر للإنتاج الفني. عرض على قناة ستار تي التركية في أكتوبر 2015، ويتألف الموسم من 35 حلقة. انتهى العمل منه في يونيو 2016، وعرض في الموسم الثاني في 21 شتنبر 2016. تدور أحداث المسلسل عن كمال بوراك أوزيجيفيت، وهو شاب فقير ونهان، وهي فتاة غنية. يقع كمال ونهان في حب بعضهما البعض، ومن طرف آخر أمير وهو رجل غني دون نفوذ يطمع لجعل نهان تقع في حبه، فيقوم هو بمساعدة أبيه بإيقاع شقيقها في فخ جريمة قتل وتهديد عائلتها بإبلاغ الشرطة عن الجريمة في حال رفض نهان الزواج منه. وهذا ما يدفع نهان لرفض الزواج من كمال والزواج من أمير، فيقوم كمال بالسفر إلى مكان بعيد عن عائلته وحبيبته نهان ليعمل كمهندس معماري أثناء هذه الفترة. استطاع كمال أن ينقذ حياة مالك الشركة معرضا حياته للخطر بعد انهيار مبنى الذي تواجد به، فقرر أن يسجل نصف أسهم الشركة باسمه، وحدث ذلك رغما عن عدم موافقة كمال. فهنا أننا لا نجد كمال الفقير، بل نجد كمال العاشق الثري. بعد 5 سنوات على سفره يعود كمال ليسعى للانتقام منها، فيشك في زواجها منه، فيسعى لمعرفة سبب زواجها بأمير، فتعترف له نهان بكل شيء ويجزم بأنه سوف ينقذها من أسرها ومن زواجها بأمير، وأن أخ نهان ليس قاتلا وإنما هذا فخ نصبه أمير. وفي هذه الأثناء يتعرف كمال على شخصيات مافيا كثيرة ويتورط بمجموعة من الأعمال. وفي هذه الأثناء قرر نهان وكمال أن يهرب ويعيش قصة حبهما بعيدا عن أمير وأخ نهان متزوج من أخت كمال، وهرب سويا، لكن أخت كمال تخون أخ نهان وتعيش علاقة حب مع أمير وتخبر أمير بمكانهما، ويأتي أمير إلى نهان ويهددها بقتل كمال إذا لم تعد معه وعادت معه، وأخبرت كمال بأنها تكرهه وتحاول محبة أمير من أجل حماية كمال. وبعد ذلك يلجأ كمال إلى العدالة ويدخل أوزان أخ نهان إلى السجن، وتبدأ نهان بالغضب على كمال. ويقوم مساعد أمير طوفان بإرسال صور أمير وزينب إلى أوزان في السجن، وينزعج جدا ويجلس يصرخ ويبكي ويذهب إلى المستشفى بسبب تسمم من أمير، وكان أمير يحاول إخراجه من السجن وتهريبه. وعندما عرف من زينب أنه عرف بأمرهم قرر تغيير الخطة، ويقوم بمساعدة أخ كمال بدون قصد بقتل أوزان. فتقوم نهان في البحث عن قتل أخيها بمساعدة كمال، إلى أن يكتشف كمال أن أخوه أكرم والملقب بطارق سويدري هو قاتل أوزان، ويسلمه إلى الشرطة. ويحزن كمال على أخيه كثيرا. تمت دبلجة المسلسل من اللغة التركية إلى اللغة العربية باللهجة السورية تحت عنوان الحب الأعمى بواسطة شركة IBC للإنتاج الفني والتوزيع، وعرض أول مرة بالدبلجة العربية حصريا على قناة OSN ياهلة الأولى. وفي الموسم الأول 130 حلقة تم تقسيمها إلى جزئين، الجزء الأول 52 حلقة والجزء الثاني 80 حلقة. وكما تم عرض المسلسل على القناة الثانية المغربية باللهجة المغربية الدارجة، وما زال عرضه مستمرا. المشاهد TV. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.